كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير. احنا مدرسة الزراعة مدرسة منتجة وفيها مشروع رأس مال، عندنا أكتر من قسم، قسم الخضار طبعا، الخضر بينتج لنا الطماطم والبدنجان والخيار، كل ما هو خاص بالصوب الزراعية برضو بننتجوه، وأورجانيك بدون أي شيء. طبعا بنشارك بمنتجات العلبان متنوعة كلها وأسعار في متناول الجميع، أقل من 10-30% من سعر السوق. طبعا المدارس الزراعية بتطبق نظام الجدارات وفيها مشروع رأس مال بيخدم العمليات التعليمية عشان الطالب يطلع مؤهل لسوق العمل. بنقدم المنتجات الزراعية اللي احنا بنعملها في المدرسة، بنساهم في صنعها من مواد الألبان، بنصنع جبن بكل أنواعها، واستفدنا ازاي ان احنا نصنع الحاجات بطريقة كويسة، وتعلمنا ان احنا نشارك مع بعضنا ونتفق احنا واصحابنا ونعمل ونبيع ونساهم معنا المدرسة. عندنا اكتر من منتج زي المخللات بجميع الوانها، بجميع انواعها، الشطة والليمون والزيتون والمربات بجميع انواعها، التقين وفراولة ومشمش ومخبوزات وعجائن، وبنستفاد من كده ان احنا بنبيعها بنصنعها بايدينا وبنطلعها للناس باسعار اقل. بعد ما اخلص مدرسة افتح مشروع جبن، مخبوزات، حاجة كون استفدت منها من المدرسة. سمعت عن المعرض، المعرض حلو قوي، والمنتجات اللي فيها المزروعات أورجانيك كلها، مزروعة في تبع في الصوبات بتاعة المدارس، والمخبوزات بتاعتهم حلوة، منتجات الألبان والمخللات المعلبات كلها جميلة قوي وأسعارهم ممتازة. بصراحة جيت هنا انبسطت قوي 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 من السعر والمنتج، لأن المنتجات كلها عالية عالية بصراحة، والسعر جميل ويفرق عن بره كتير قوي 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 يا جماعة. جيت هنا لأن فيه معرض عملاه وزارة التربية والتعليم لجميع منتجات المدارس الزراعية بأسعار مخفضة، وجيت هنا ولقيت الأسعار أقل من مرة بكتير.